مستشار هندسي للمجلس يعني. لما الكابتن الخطيب يقول في كلمة انك مكلف من الملايين بتحقيق حلم الملايين، بتحملك مسؤولية قد ايه؟ قال كده نتكلم اه طبعا نتكلم في الكلمة الحقيقة، يمكن احاول اجيبها. واتكلم على دورك الحقيقة في المجلس، واتكلم على انك حلم الملايين هو مثلا المنشآت، الاستاد، ودي احلام للملايين. لا الحمد لله طبعا. انا بحرك على حاجه يعني، انا الحمد لله يعني اللي بكلف بيه بحاول ان انا اعمله بكل يعني. النادي الاهلي ان الواحد داخله عن حب وداخله عن انتماء، فاللي بقى يعني اي حاجه بتسند ليا او لزمايلي بنحاول على اكمل وجه ان احنا نعملها. كابتن محمود الخطيب برضو علمنا حاجه مهمه جدا، ان احنا يعني محدش يتفرد بحاجه ويقول مثلا ده انا كنت عملت كذا او انا اللي سويت كذا. دي حاجه فعلا في الاول لما كنا داخلين كنا شويه يعني حابين يعني من حبنا للنادي يبقى في نشاط، لكن مع الوقت بقينا فعلا الموضوع بنشتغل تيم وورك، بنشتغل مجموعه. في موضوع الاستاد احنا مجموعه كلنا، المجلس الاداره كله كان ليه رؤيه وفكر في الموضوع ده. شركه الاهلي المنشات الرياضيه هي اللي بتقود الموضوع دلوقتي. فاحنا عندنا كل ثقه ان شاء الله ان هي تحقق حلم الملايين، واحنا معاها يعني. احنا نسمع كمجلس اداره نسمع كابتن خطيب. مهندس محمد صبحي اهلا وسهلا. محمد صبحي الحقيقه المهندس محمد صبحي كان برضه تحت السن، دلوقتي برضه يعني مكانه موجود فوق السن. محمد عنده حلم من التعليم ومحاضر في الجامعه الامريكيه، وفي نفس الوقت راجل مهندس وعنده شغف في الرياضة الرياضية، شغف هو بيحب الرياضة الإدارة الرياضة، هو ده حب وراح أكثر من دورة منهم في ريال مدريد كويس، وحاجة خبرت في انجلترا. ولما كان فكرنا في موضوع الإستاد عمل برزنتيشن هاي لمجلس الإدارة هاي، اللي هي من خلال البرزنتيشن دي برضو دي اتقدمت لشركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وإحنا كمان إحنا كأعضاء مجلس الإدارة هنخش في عمل تنفيذي. حاجة جميلة يعني الكابتن الخطيب بيضع ثقته فيك وبيقدمك بهذا الشكل وهذا المشهد، اعتقد شيء اكثر من طبعا يعني نعم. احنا التقدير ده بيبقى مهم جدا لما بيجي طبعا من قامة كبيرة زي كابتن محمود الخطيب. يعني الواحد ده اللي بيخليه ان هو يقدر يعني معنويا يكمل ويشتغل، وبيبقى التقدير ده مهم طبعا. فالحمد لله بشكره اكيد طبعا على كلامه، ولكن فعلا